السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامجنا الجديد ماذا لو يا ترى ماذا لو اليوم ماذا لو الحلقة ديالنا غتكون على الأشخاص اللي بكل صراحة كيحلموا أنهم يحققوا شي حاجة في حياتهم، يحققوا يعني حلم ما أو طموح ما، وكيتصادفوا مع أن الواقع يعني كيوصلوا حتى للمرحلة اللي يحققوا في هذاك الحلم، وكيتسلموا أن الواقع ليس كالحلم، ليس كما حلموا وليس كما ظنوا، وتكون تلك هي الصدمة القوية في حياتهم. فما هو الحل؟ هل يتقدمون أم يرجعون للخلف ويحلمون من جديد؟ أم يقفون في تلك النقطة؟ وهذه هي الطامة الكبرى، وخليكم مع هذه الحلقة اللي غتكون مؤثرة جدا في أولى حلقات ماذا لو وصلت إلى اقتراب من الحلم ولم يتحقق، ماذا أفعل؟ السلام عليكم مرة أخرى. الشيء اللي معروف أو متداول بين الناس أن يعني الإنسان فاش كيبدأ كيقرأ في التحضيري أو في يعني الابتدائي، السنة الأولى ابتدائي، كيسولك الأستاذ يقول لك فلان ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر، عندما تكبر يعني تكبر 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 المهم تكبر ماذا تريد أن تكون؟ تقول لا أريد أن أكون طيار، أريد أن أكون مهندس، أريد أن أكون أستاذ، أريد أن أكون فنان، أريد أن أكون ماذا أريد أن أكون طيار، أريد أن أكون يعني قبطان، أريد أن أكون بحران أبحر في البحار، ما هكذا يعني. فإذا بك يعني تنصدم صدمة العمر، أنك عندما تقرأ ويعني وتشق طريق ذلك الحلم، يعني تخطط له يعني خطوة بخطوة، درجة يعني مكان يعني واحدة، تنجح في الابتدائي، تنجح في الإعدادي، تنجح في الثانوي، يعني تحقق البكالوريا، تحقق الجامعة، تحقق الإجازة، الماستر، دكتورة، فتنصدم. لماذا تنصدم؟ أحيانا يعني أنك تحقق الدكتوراه وكل هذا، ولكن الميزة التي حققت بها تلك الدكتور أو الميزة يعني بالعموم غير مقبولة، يعني لا يحتاجونها. مثلا حققتها ب10 أو 12، هذه الميزة لا يريدونها، يريدون 18. فما هذا الغباء يا حبيبي؟ هل هو 18 فقط الذي يأتي ب18 هو الذي يستحق أن يكون طيار؟ تخيل معي الذي يعني القبطان الذي يأتي ب18 والقبطان الآخر يعني حقق الإجازة أو يعني الدومين ديال القباطنة يعني تاع القبطان حقق بميزة 10 مثلا، ولكن هنا مفترق طرق. لماذا؟ في الشخصية، أن الذي حققها ب10 شخصيته يعني كرئيس وكقبطان في البحر أفضل من الذي حققها ب18. الذي حققها ب18 يمكن له أن يخرج البحر ويعني بحار مع أو شخص يعني تحته في المستوى، يمكن أن يصرخ عليه، يمكن أن يضربه، يمكن يعني، والذي أتى بها ب10 يمكن أن يضبط السفينة، أن يضبط الحركة، أن يضبط التصرف ويعني والخرجة البحرية في تلك السفينة، أن يضبطها وتكون موفقة وناجحة 100%. هذا مشكل في جميع المجالات، فقط أنا أريد أن ألخصها في البحر. أحيانا أيضا ترى يعني هذه نظرة أخرى في ماذا لو، يعني أنه يعني الأشخاص اللي كيكونوا كيحاولوا يحققوا حلم مثلا تاع الدراسة يقرأوا أساتذة أو يصبحون يعني الدكاترة أو يصبحون كل هذا، يعني يمشون يعني كما قلت مرة أخرى درجة خطوة حتى يصلون إلى الجامعة. وفي الجامعة تتغير هناك أشياء كثيرة، طريقة التدريس تتغير على التلاميذ، وهذه بكل صراحة تصيب مجموعة من الشباب والشابات اللي متفوقين، ورأيتها بعيني، يكونوا متفوقون في الثانوي والإعدادي وحتى يعني البكالوريا، يأخذون بميزة رائعة جدا ويصعدون إلى الجامعة، يتغير عليهم سيستم التعليم أو نظام التعليم في الجامعة فيتخربقون، يعني يتيهون فيدمر حلمهم، يصبحون لا يعرفون متى يدخلون أو طريقة تلك الدراسة التي أصبحت تعتاد على نظريات أخرى، ويعني وأن تسجل الأفكار الأساسية، وشخص ما يكون يعتمد مثلا في الإعدادي والثانوي على الحفظ، فيصبح في 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 الجامعة أنه يعتمد على أن يكتب النقاط المهمة ويحاول أن يفهمها، وحتى استخراج النقاط المهمة من محاضرة الأستاذ تكون صعبة عليه. يعني بكل صراحة الحلم هذا ديال أنك
بتحقق حلم ديالك في المستقبل وكتصدم. والخطير في الامر هذه ما دلو يعني النتيجه السلبيه اللي غادي نختم بها هي انه كتصدم احيانا انك كتوصل للمرحله ديال انك وصلتي ل 26 عام 27 عام وكتوصل انك مازال ما حققتي ولا شيء يعني. وهذه هذه كتشمل بالضروره الاشخاص اللي وصلوا لانهم تصدموا في ديك الصدمه تاع عدم تحقيق الحلم وبقوا واقفين في بلاصتهم تاهو يعني ما قدروا لا يرجعوا للخلف ليعيدوا الحلم ويعاودوا اعاده تحقيق حلم اخر او يستمروا ويحاولون مره اخرى يعني في اول صدمه يقفون ويرفعون الرايه البيضاء وهكذا بكل صراحه هذه تحز في نفسي وبكل صراحه. والحل اللي غادي نقدر نعطي لهاد الاشخاص هادو اللي كيوقع لهم هكذا ما دلو خليها في يد الله. وصلتي لهاد المرحله خليها في يد الله. حاول ما عرفتش يعني حاول انك اول حاجه تستعملها يعني اجلس مع اشخاص نجحوا في حياتهم اشخاص نجحوا متاخرا في حياتهم اشخاص يعني القدر والمكتب اعطاهم يعني الحلم من البدايه بدون ان ان ان, أن يبذلوا ولو ذره جهد ولو جهد بسيط لم يبذلوا. اجلس وتحدث مع هادو واكتسب منهم يعني معلومات وتجارب ربما ستعطيك يعني القوة والاستمرار أنك تحاول لأن هي فقط تحقيق الحلم هو فقط كده يعني ضربة معلم يعني غفلت عليها فاتك القطار يعني. وإذا فاتك القطار ستنتظر القطار الآتي والثاني والثالث ولكن تلك فترة الانتظار هي التي غير محددة. لو استمرت في الانتظار كانت طويلة قصيرة سوف يأتي قطار آخر وستركب وستفوز بحلمك. إذا مللت وفقدت الصبر في البداية ورفعت الراية البيضاء في البداية ربما أنت ستذهب من هنا القطار الثاني سوف يأتي وستكون ضيعت القطار الثاني أيضا. يعني هذا هو الحل. لو قدرنا نعطيك حل آخر فهذا ما حققتش الحلم تاعك أخويا شنو ندير لك أنا؟ ماذا سأفعل لك يا أخي؟ سير أصاحبي أنت اللي ما بديش تحققه. لا فقط أمزح اللي ما حققش الحلم ديالو دابا الله أعلم هل سيحققه أو ماذا. والسلام عليكم. كانت لنا الحلقة اللي تكون عجبتكم وهكذا دائما الموضوع بحال هكا. واللي عجبته الفكرة يقول لنا شاركنا بالرأي تاعو وماذا لو الحلقة الجديدة غتكون أكثر إثارة إن شاء الله. السلام عليكم.